يسجل فخري واعتزازي بشباب وطني الممتلئ حماسا والذي يسعى بلا كلل أو ملل لتحقيق إرادته وصناعة الغد الذي يتسق مع آماله وطموحه. قالولي في جملة واضحة حط فيها اسم مصر، جاوبت بحسن نية الجملة هي تحيا مصر. شايفة مصر ازاي وهي مستضيفة شباب العالم كله في شرم الشيخ؟ يعني هي كفكرة عموما، هي انت بتمباور الريليشنز بتاعتك مع الناس، بالذات الشباب، ان هم الناس اللي بتبدأ ان هي عايزة تعرف اكتر، عايزة ان هي تبدأ حياتها وتبدأ ان هي تكون عندها الابابيليتي ان هي تكون فاهمة الدنيا عندها عاملة ازاي. تمام، فبتكون خطوة كويسة ان انت تقدر ان انت تكون انت اللي بتليد او اللي انت بيونير في الموضوع، ان انت بتحاول توصل الموضوع ده او الكونسبت ده للناس. بس انا شايفه ان المنتدى ده فكره كويسه جدا، خصوصا الافتتاحيه بتاعته كانت فكره يعني عجبتني قوي، اللي هي الاغنيه عن السلام ومن كل دول العالم، وفكره حلوه انها للسياحه، تنشيط السياحه لينا. اتمنى ان هي تبقى بتتكرر كل سنه في نفس التوقيت في شرم الشيخ، مره في الغردقه، يعني من كل محافظه كل سنه، تبقى فكره حلوه جدا، ويعني انا شايفه انها مبادره كويسه جدا. حاجه حلوه طبعا، اكيد حاجه حلوه عشان مصر يعني تبقى مزار، يعني مزار للسياحة، يعني ناس شباب تيجي من حوالين العالم تيجي عشان مصر، تيجي البلد تستضيفها وتعمل لهم مؤتمر ما بين بلاد العالم، يعني دي حاجة كويسة جدا. والله أنا بحيي صاحب الفكرة دي، لأنها فكرة هي رسالة للعالم إن مصر أرض سلام، أرض حضارات، أرض بتتقبل الآخر. فجمعت شباب العالم عشان تثبت للعالم لنشر السلام والمحبة والإخاء ما بين الشعوب وبعضها. والله أي عمل فيه مصلحة للبلد وفيه رفع من الروح المعنوية للناس عموما، الناس تفرح بيه وتسعد بيه. أي عمل أيا كان، سواء مؤتمر أو أي حاجة الحكومة تقوم بيها أو الناس عموما تسعد بحدث يحصل في البلد، الناس يعني محتاجة رفع المعنوية شوية. أنا شايف مصر اتغيرت واتطورت للأحسن من بعد المنتدى العالمي في شرم الشيخ، طبعا بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأن هو بيحب الشباب وبيحب تطلعات الشباب وبيحل مشكلات الشباب. لأن أنا شايف المنتدى مش بس منتدى مجرد إيفنت مثلا حد بيكلم فيه، لا ده بيحل مشكلة وبيحل مشكلات الشباب، وإن شاء الله مصر هتبقى على أعتاب العالمية. شايف مؤتمر زي ده ممكن يأثر على مصر إزاي؟ هيأثر على مصر، هيحطها على خريطة العالم في العلم مثلا أو في الثقافة، لأنه بينشر أو بيؤدي لتنمية الوعي عند الشباب، ولما الوعي يعلى عند الشباب بيبقى الشباب هم رواد مصر يعني، فهتؤدي لأن مصر تعلى. شيء كويس وذريعة يعني إن هم بيحاولوا إن هم يساعدوا الشباب، إن على الأقل يعني ياخدوا آراء الشباب يعني. هو طبعا هيأثر على مصر اكيد، اللي هو هيكون في سياحه، وبعدين احنا الدوله بره بيعتبرونا دوله ارهابيه، مع احنا نعمل يعني مؤتمر للسلام وكمان اغلبيته شباب، دي طبعا حاجه كويسه جدا. هو رساله زي ما انا قلت للعالم ورؤساء دول العالم، ان مؤتمر برعايه السيد الرئيس، ان هو بيرعى مؤتمر زي ده وبيعمق العلاقات ما بيننا وبين الاخرين، وبيبقى بيمهد العقل الاخر انه يتقبلني كمسلم او كان انا مش ارهابي في ظل الموجة الارهابية اللي موجودة في المنطقة واللي بتشوهت الدين والعرب برا في الخارج. يعني ما شاركتش في المؤتمر ليه؟ ما توجهليش دعوة، وكان نفسي بصراحة ان انا اشارك، وحاولت اعمل اتصال بجهات كتيرة في ان انا اشارك في المنتدى، واكون حتى يعني شرف ليا كبير ان انا اكون عضو في المنتدى. اي مجتمع او اي ندوه او اي مؤتمر يجتمع فيه الشباب، تاكدي تماما ان هي نقله كبيره جدا. الشباب ده عندها فكره، عندها ثقافه، عندها حركه، عندها اراده، عندها حاجات، عندها اللي مش عندنا.